عليك يا اهلي وناسي ومتابعيني في كل مكان من قناه بونجورنا شيف مع وحسن. نهاركم سعيد، نهاركم جميل ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات سنه 2022، ربنا يعودها علينا الايام بالخير يا رب جميعا ان شاء الله. انا معايا النهارده هنعمل الكحك وجمال الكحك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كيلو دقيق، معايا هنا معلقه سكر، معايا نص معلقه ملح، معايا واحدة خميرة من بتاعة المخبوزات، معايا ريحة اللوز. ماشي، انا ما عنديش ريحة الكحك، جبت ريحة اللوز، ونص كوباية لبن، نص كوباية مية، وعندي هنا معلقتين سمسم. والحشوة بقى حسب الرغبة، فيه ممكن تعمليه بالملبن، ممكن تعمليه بالعجمية، ممكن تعمليه بالتمر، ممكن تعمليه سادة، اي حاجة، اي حاجة متوفرة. انا عامة انا بحب اصلا سادة، بس انا بحب ايه، عيالي بيحبوا الحاجات المحشيه وكده، فانا هعمل لهم محشي وهعمل شويه ليه ايه ساده. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط نص معلقه الملح الصغيره، وهنحط معلقه السكر، وهنحط معلقتين سمسم. السمسم طبعا متنقي ومتحمص اهو، حط كمان شويه كده. والباقي هنحط انا عندي هنا ريحه اللوز، انا جايبها بودر. هناخد بس ايه نص معلقه صغيره عشان خاطر في ايه شويه بيكنج باودر، فانا مش عايزه ايه احط كتير منه بيكنج باودر. اهو ناخد ايه كده عشان يدي ريحه، لان ريحته صعبه جدا، ريحته قويه، يعني الريحه قويه. وهناخد هنا كمان الخميره الفوريه، هنحط باكت يعني على قد معلقه، هو الباكت معلقه يعني عامه. وايه، وهنقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دايما نسمي اسم الله عشان خاطر الحاجه يبقى فيها بركه كده، ويبقى ايه فيها خير ان شاء الله. طبعا هنجمع كله كده مع بعضه. دلوقتي انا حاطه بس السمنه، نص كيلو سمنه للكيلو الدقيق، انا حطها بس على النار تسخن، وان شاء الله ايه هجيبها حالا. كده خلاص كل الحاجات اللي هي الجافه خلطتها مع بعضها. هنا بقى اللي هو ربع كيلو تمر، عجينه التمر اهيت انا جايبها كده، هنحط فيها بس حته زبده عشان تسيحها، وهنحط فيها ايه كمان معلقه سمسم كده مع بعضها. اللي حابب بقى لوز، اللي حاببها ساده، اللي حاببها برده من غير سمسم ومن غير حاجه، انا برده معايا عين جمل اهوت، هجرشه بس كده صغير كده، اعمله كده ومش هشغل الكبه كمان يعني عشان هم شويه صغيرين، هعملهم بايدي كده مفيش اي مشكله. وهفضيهم برده على ايه، على التمر، على عجينه التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا عشان هو جامد شويه، نفكك كله كده زي بعضه مع بعضه، نفكك كله كده مع بعضه. هو اول ما نعجن فيه شويه هيسيح يعني، طبعا ان شاء الله. خلاص انا عجنت كل عجينه التمر اهي يا جماعه، حطيت عليها بس شويه السمسم اهي ما شاء الله خلاص. وبرده ايه هنا عين الجمل انا فرمته كده اهوت، بحطه في الاخر كده وخلاص. وانت بقى اي مكونات عندك عايزه حشوه يعني مفيش اي مشكله، حتى لو هتعملي ساده، انا بموت في ساده بحبه جدا يعني. الساده بتحس بطعم الكحكايه كده مع الشاي بلبن مثلا، او الكافيه، او القهوه قصدي، فيعني بيبقى طعمه جميل جدا. انا هنا خلاص ده عجينه التمر خلاص خلصت، نخليها بجنب ونكورها بعدين. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، انا جبت نص كيلو السمنه اهوت ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، انا غليته اهوت بس هو سخن جدا لسه طبعا ايه، مش عايزه ايه احط ايدي فيها دلوقتي عشان هي سخنه قوي، لما تهدى شويه ممكن ايه افرك بقى بايديا بالراحه وبسبس بقى فيه، بس فيه لو عايزاها ناعمه قوي الكحكه دي ايه تبس كتير، تحاولي تبس كتير، مش عايزاها ناعمه قوي ما تبسيش كتير فيها، لان هو اللي بنعمه إيه، حكايه البس هي اللي
بتنعم الكحك معاكي. انا عامه ما بحبش الكحك تكون ناعمه قوي، بحيث تكون ماسكه نفسها كده وتقدري ايه تغمسي بها براحتك وكده. انا هسيبها تهدى شويه عشان خاطر برضو اقدر استحمل امسكها كده. خلاص المكونات كلها ايه اتمزجت في بعضها كده، هسيبها ايه تهدى شويه عشان اقدر ايه ابس فيها وكده. هروح اكور بقى معاكم هنا عجينة التمر. انا جايبه بس طبق جنبي اهوت، هنعمل فيه ايه دهناه بس شويه زيت، هنكور فيه ايه التمر. النهارده هنعمل بقى كحك العيد السنه دي بشكل جديد ان شاء الله، ولا كحك العيد بشكل جديد. عايزه تكتري الحشوه فيها كتري، مش عايزه تكتري مفيش اي مشكله، برضو خليها صغيره زي ما انت عايزه، دي كله تبع رغبه ست البيت. شايفين كده مشكله كلها ببعضها، فهالسمسم وفيها عين الجمل، شايفين ما شاء الله، يعني اللي ياكل الكحكايه بقى يتمزج منها. انا هخلص كل الكميه بقى وارجع لكم ايه في وقت البس. ماشي كورته كله والعجينه بتاعتي بردت خلاص، في الوقت اقدر استحمل ان انا امسكها عادي مفيش مشكله، مهيش سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحاول ايه نفرك بالراحه كده. ده بقى اللي بيحدد النعومه او الكحكه الخشنه معاكي كده بالطريقه دي، اهي بالطريقه دي كده. ده حكايه اللي بيقولوا عليها البس بقى، ده اعجني بقى وبس براحتك كده. لما تحب تكون الكحكة ناعمة بتحس اصلا بالدقيق قدامك ناعم جدا، فانا مش عايزة اعملها قوي عشان مش عايزاها تبقى ايه مفتفتة معايا. ريحتها جميلة جدا، مش عشان بقى ما عندناش ريحة الموز، ريحة الكحكة قصدي، عشان ما عندناش ريحة الكحك ما نعملش كحك، لا لازم نعمل كحك. وانا جربته كم مره بالطريقه دي وبيطلع جميل جدا. ده بقى كحك المغتربين، كحك المغتربين الجيش قال لك اتصرف بقى. انا عملته السنه اللي فاتت، كنت جايبه ريحه الكحك من مصر وطلعت جميله برده، مش موجوده خلاص. انا روحت السوبر ماركت وجبت ريحه اللوز، طعمها جميله جدا وريحتها بقى ايه ما اقولكوش قلب الدنيا. وممكن تعمليه برده من غير اي المكونات دي كلها، برده من غير ريحه اللوز، وتحطي فيه معلقه فانيليا. الفانيليا برده بتدي له ريحه حلوه وطعم جميل جدا. ونفرح ولادنا ونفرح في العيد طبعا، حاجات زمان دي ما تتعوضش. بس انا بعمل كيلو واحد عشان ايه انا لوحدي وبيدبسوني فيه طبعا في النقش، بس ايه في الاكل فيه مشاركه يعني. هما بصراحه النفر يقول الصراحه في الاكل فيه مشاركه، انما في النقش بيدبسوني لوحدي. كده السمنه اتشربت كلها مع بعضها، خلينا نعمل كده لمده ايه 10 دقايق، نبسبس فيه كده لغايه ما تحسي ان الكحكه بقت ايه ناعمه معاكي. انا مش عايزاها ايه تنعم اكتر من كده عشان ايه ما تكونش ايه تتكسر مني بالطريقه دي كده. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نحط ايه شويه بشويه حسب الدقيق بتاعك وحسب نوع الدقيق هيتشرب قد ايه. ممكن يتشرب الكوبايه كلها، ممكن يتشرب نصها، مفيش اي مشكله، حسب الدقيق بتاعك وحسب ايه ما ياخد. هبدا باللبن الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما بنعجنش يا جماعه، احنا بنلف بس كده ايه بالراحه، نلف الدقيق بالراحه كده مع بعض. كده بالطريقه دي نجني كله مع بعض وحسب ما يتشر. ما بنعجنش الكحك، ما بتعجنش، بتلم كده مع بعض عشان خاطر ايه
ما يبص مننا، نلمه مع بعضه كده. الريحة ما اقولكوش جميلة جدا. نبدأ برضو كمان بشوية المية ونلم كل البهار. انت ممكن الكيلو دي بتاعك ياخد كوباية مية كاملة وممكن ما ياخدهاش، او هتعملي برضو بلبن ممكن ياخد الكوباية كاملة او ياخد كوباية وربع حسب الدقيق ونوع الدقيق. في دقيق بتشرب بسرعة وفي دقيق ما بتشربش حسب الخامة بتاعت الدقيق والماركة. انا هجرب الوقت حتة كده ونشوفها. شايفين اهو، مثلا نعملها كده بدل ما شققش معانا خلاص، والعجينه جميله اهيت وسايحه وحلوه، يبقى كده فل الفل. لو شقق معاكي اعملي حسابك ان هو لسه محتاج معلقه لبن او معلقه ميه. هو خلاص كده معايا كويس، هنسيبه بس ايه 10 دقايق بس يرتاح 10 دقايق، وبعدين ايه هننقش فيه. طبعا انت عندك البصامه اعملي بالبصامه، عندك المنقاش اعملي بالمنقاش، ما فيش اي مشكله. انا هجرب اهوت، بدل ما بتشدش في المنقاش خلاص يبقى كده تمام قوي. اهو انا بجرب بس دي كده معاكم، بدل ما شدتش في المنقاش خلاص. بقى لو انت العجينه مش مظبوطه معاكي وتيجي تنقشي تلاقي المنقاش بيطلع فيه حتت عجينه، يبقى كده مش كويس، يبقى عايز ايه شوية لبن صغيرين معلقة واحدة وايه ولفيه كويس. بس بجرب معاك اهوت كمان اهوت، وحاولي تضغطي على النقشة كمان وانتي بتنقشي عشان خاطر ايه اما يدخل الفرن تبان كده بالطريقة دي كده. ماشي، الوقت انا هكوره بقى، سيبه 10 دقايق عشان تسهلي على نفسك بقى. الوقت خلاص انا هعدي ال 10 دقايق اهو، عشان تسهلي على نفسك بتعملي قبل ما تنقشي بتاخدي ايه الكور بتكوريها الاول وتحطها جنبك كده، كل كوره تاخديها وتحشيها وتقفلي عليها وتخليها جنبك بحيث اما تيجي تنقشي تشيلي على طول. طبعا اما تكونوا انتوا موجودين مع بعض طبعا بتساعدوا بعض وكده، واحده بتنقش واحده بتكور لها واحده بتحشلها وهكذا، انما عشان انا بسهل على نفسي عشان انا لوحدي وكده محدش بيعمل معايا حاجه، فلازم انا بعمل كده لنفسي الاول، اكور كله كده وبعد كده ايه احشي. هجرب معاكم برده اهوت كمان شويه. شايفين العجينه بقت جميله ازاي؟ شايفين ما شاء الله ناعمه وجميله وطريه وحلوه جدا، بتاكل كده طريه ما شاء الله. عندك بقى البصامة اي حاجة عادي ممكن تعملي بالبصامة اهوت بالطريقة دي. طبعا هتنقشي بالمنقاش مفيش اي مشكلة برضو. متخليش الكحكة خفيفة قوي عشان ايه تيجي جميلة، وما نخليهاش برضو تخينة قوي عشان ايه ما تبقاش طرية من جوه. ننقش بالطريقة دي، نخلي ايه نقشة المنقاش تشد لفوق شوية عشان اما ايه يطيب بعد كده النقشة تبقى باينة فيه وجميلة. اهو شايفين النقشة دي كده. بيت مبتدئة اسهل طريقة ممكن تعملها عادي مفيش اي مشكلة. اللي ما بتعرفش تنقش، وطبعا انا قابلت حالات كتير بالطريقة دي اللي ما بيعرفوش ينقشوا، اي بصمة بقى باي حاجة
تقوم عامله ايه البصمه كده وخلاص. بس انا بفضل المنقاش، انا بحب المنقاش لان بيديني فرحه طبعا كده، هو بتعبني شويه وبغيب بس مفيش اي مشكله، احنا في الغربه طبعا والوحدنا وكده. بس سيبكم من البصمات والحاجات دي كلها انا ما بحبهاش، انا بحب النقشه بتاعت المنقاش، بتحسسني فعلا بفرحه العيد وايام زمان الجميله. طبعا ديت النقشات المختلفه اللي انا قلت لكم عليها، وديت ايه اللي هي ايه هعملها ساده على رخامه بقى ولا اي حاجه كده، وتقوم عاملينها بالطريقه دي. الرخامه بتسهل طبعا، لما بتعمليها على رخامه بتبقى افضل، بتيجي معاك الفتحه كويسه وبتبقى مظبوطه كده بالطريقه دي كده. وننقشها بقى بالطريقه دي كده. داير ما يدور حولها كده، على فكره هي ديت لحظه العشق بصراحه، اللحظه الجميله دي انا بحبها عشان بحب النقش قوي. هو طبعا عايز وقت، شايفين اهو بالطريقه دي كده. هخلص كل الكميه بقى وارجع لكم ان شاء الله. اخيرا خلصت نقش اهوت يا حبايبي، شايفين انا عامل لي صاجين اهوت ما شاء الله، يعني جميل جدا. ده طبعا كل اللي محشي، وده الساده اهوت انا عملته بشكل جديد السنه دي اهوت، عملته مدور كده زي الفريسكا، يبقى عشان يبقى ايه العيد بشكل جديد السنه دي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. عاده من الوقت انا هحطه في الفرن درجه حراره 160 لمده 40 دقيقه، ماشي. نحطه هادي شويه بحيث الكحك يبقى عايز درجه حراره هاديه جدا، تحطوه على 150 160 لمده 40 دقيقه. وان شاء الله اشوفكم بعد ايه ما طيبه في الفرن باذن الله، بعد ما يطلع من الفرن نشوفكم ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد الفرن اهوت، ما شاء الله شايفين الصاجين طلعوا مع بعض عشان حطيتهم فوق بعض. يعني الفرن بياخد 3 ادوار اهو ما شاء الله، فجاه الكحك شكله روعه 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 روعه، شايفين من فوق ومن تحت عامل ازاي، شايفين الكحك عامله ازاي، عسل 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 بصراحه، ريحتها قلب الدنيا خالص. وده الصاج اهوت كمان اللي هو بالشكل الجديد، شايفين ما شاء الله، شايفين الكحك عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. طبعا اللي عايز ينعمها اكتر من كده بينعمها، اللي مش عايز برضو يعملها زي ما انا عملتها كده، شايفين جميل ازاي. انا لو مش صايمه كنت دقته دلوقتي. وده كمان اللي هو فيه الحشوه، شايفين جميل ازاي، ما شاء الله تحفه. وقت انا هرصه وهرجع لكم بقى اوريكم النهائي. وده النهائي يا حبايبي اهوت، انا رصيته كده بالطريقه ديت، تحطيه على سفره العيد بقى على طاوله العيد، وانا بحط سكر بودر اهوت عليه. اللي حابب السكر البودر ماشي مفيش اي مشكله يحط سكر بودر، اللي مش حابب برضو عادي ممكن ياكله ساده، في ناس بتحبه ساده، في ناس بتحبه بالسكر البودر عادي مفيش اي مشكله. وفرحي ولادك وفرحي بيتك، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد ان شاء الله علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه العربية الإسلامية باليمن والخير والبركات. أعاد الله علينا وعليكم دايما بالخير يا رب، اللهم أمين. وده بقى إيه وصفة المغتربين في الكحك أهو، شايفين الجمال وشايفين الطعام. يلا بقى كله يجرب وكله يعمل كيلو واحد بس يفرح أولاده، محدش يكسل، عشان هي فعلا فرحة جميلة جدا لكل أطفالنا وكل أولادنا بيحبوا الحاجات دي جدا. ساعة ما بتعملوها أكيد العيد طبعا، الكحك طبعا دليل على الفرح، سواء فرح سواء عيد سواء اي حاجة بتفرح طبعا هو الدليل، فلازم نفرح اولادنا دايما بالحاجات الجميلة ديت وما نقطعهاش عادة ان شاء الله، ودايما نعملها في البيت. يلا كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة بونجورنو شيف مها وحسن. في رعاية الله في فيديو اخر ان شاء الله.